مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بحول الله عبور اضطراب جوي سريع الحركة ضعيف النشاط، سيخص السواحل الوسطى ببعض الأمطار المحلية. الأمطار ستكون على شكل زخات نحو السواحل الشرقية، زخات رعدية بالمنطقة الأوراس والمرتفعات الشرقية، هذا خلال الظهيرة بإذن الله. أما المناطق الغربية ستبقى تشهد أجواء مستقرة على العموم، خلايا رعدية منعزلة ستشهدها كل الهضاب الغربية وحتى الوسطى بعد الظهيرة. والصفا يبقى في الموعد على كل شمال الصحراء الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى. أما مناطق أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار وتاسيلي وحتى بالجنوب الشرقي ستشهد خلايا رعدية بعد الظهيرة، احتمال أن تكون مرفوقة بأمطار محلية. الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة بالهضاب العليا، في حدود 18 أيضا بوهران، 19 بقسنطينة عنبة والطرف، 21 درجة بالعاصمة، 18 بتيزي وزو. أما جنوبا 26 درجة بالواد بالمغير تقرت ورقلة حاسم سعود حتى بغدايا، 26 درجة بكل الجنوب الغربي، 28 درجة بمرتفعات الهوغار، 30 درجة بإن صلاح وإنجزام، وال31 درجة ببرج وجه مختار. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى ستعرف تراجع مقارنة بنهار اليوم، خاصة بالمناطق الشرقية مع 23 درجة فقط بعنابة، 26 درجة بقسنطينة، 29 درجة بالعاصمة، 26 درجة بوهران، ترتفع إلى 30 درجة بغليزان. أما على الهضاب العليا والأوراس ما بين 24 إلى 27 درجة، 37 درجة منتظرة بغردية والأغواط، 25 درجة فقط بورقلة وحاسم سعود، 36 درجة ببشر، 34 درجة بتمن راست، ما بين 40 إلى 42 درجة هذا من إليزي نحو أدرار، لترتفع إلى 43 درجة ببرج بجي مختار. أما للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون مضطرب وهذا على كل السواحل، الرياح ستكون قوية نسبيا خلال أواخر النهار نحو السواحل الوسطى وأيضا الغربية ضمن تيارات شرقية إلى شمالية شرقية بسواحل الوسطى، شمالية شرقية بسواحل الغربية تدور إلى شمالية تماما، شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. أما عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و40 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و35 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.